مؤخرا والأسباب غير واضحة ارتفعت أسعار الدولار أو الورقة الخضراء زي ما بيسميها التجار في السوق السوداء، ورغم إعلان هشام رامز محافظ البنك المركزي نيته في إصدار قرارات فنية للقضاء على السوق الموازية، إلا إن في الواقع ما حصلش فيه تغيير لحد ما وصل سعر الدولار لحوالي 7.75 جنيه في الوقت اللي سعره الرسمي 7.15 جنيه فقط. شركات الصرافة بتقول إن البنوك ما بتوفرش احتياجاتهم من الدولار واحتياجات المستوردين، وحذروا من إن استمرار ارتفاعه هيؤدي إلى رفع أسعار السلع الاستراتيجية في الفترة الجاية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، خاصة إن مصر بتعتمد على توفير حوالي 60% من احتياجاتها من الخارج. حوالين قضية سعر الدولار في تساؤلات كتير محتاجة لإجابة، أهمها امتى هيستقر سعر العملة الامريكية في مصر، وامتى البنك المركزي هياخد قراراته للقضاء على السوق السوداء. مصر بتستورد حوالي سنويا 56 مليار دولار حاجات من الخارج. بنجيب الدولار منين؟ المستوردين استيراد شرعي طبعا، مواد غذائية، ادوية الى اخره، بنروح للبنوك. طب لو البنوك ما فيهاش، بيلجأ المستورد لشركات الصرافة أو تحديدا السوق الموازية اللي هي بالبلدي السوق السوداء. طيب إيه أحد مصادر الدخل الدولار في مصر؟ احنا عارفين إن عندنا قناة سويس دي ثابتة، عندنا سياحة بس للأسف متأثرة، بس المصدر الرئيسي عندنا المصريين اللي عاملين في الخارج، بيبعتوا سنويا لأهالينا هنا 20 مليار دولار. طب إيه اللي بيحصل؟ أهالينا بيعملوا إيه؟ بيروح جاي له الحوالة من ابنه في الخليج، بدل ما يغير ال 500 دولار او الورقتين الخضر من البنك، بنك الاهلي بنك مصر، يروح ساحبهم ومعدي على الراجل اللي قاعد بره البنك سوق سودا، ويروح واخد فيهم 20-30 جنيه زيادة. هو مفكر كده انه كسبان وتعشت وزي الفل، ما بيعرفش انه هو بيخرب اقتصاد بلده. طب سيبك من دي، بيبوظ الدنيا على نفسه. طب ازاي ال 20 جنيه دول يا قمر؟ هيجي المستورد بتاع الزيت يروح شاري من نفس التاجر السوق السوداء اللي انت بعت له الدولار بسعر اعلى، ويروح بايع لك ازازه الزيت بدل ب 12-13 جنيه ب 15 وب 17. يبقى انت علشان 20 جنيه خربت بيتك. علشان كده لو انت بتتكلم صح، مش بقول لك يا عم البلد ولا هقول لك اغاني وطنيه، غيروا ال 20 مليار دولار اللي بتجيلكوا تحويلات من ولادكم اللي شغالين بره تحديدا في الخليج جوه البنوك المصريه، جوه البنوك المصريه. بعد كده ما تشتكيش وتقول الحق الزيت غلي، ده السكر غلي، ده الشاي، انت اللي عامل ده في نفسك. ده اول درس نطلع بيه. خلينا بقى ندخل في الموضوع ونشوف ايه اللي بيحصل في سوق الدولار مع ضيفي الكريم الاستاذ سليمان الاعصر نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة سابقا. اهلا بك استاذ سليمان. اهلا بيك يا استاذ محمد. قول لي كده ايه اللي بيحصل في سوق الدولار في مصر، وليه الدولار ارتفع في خلال الشهر اللي فات وقفز هذه القفزات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ محمد على اللقاء، وانا عاوز كلمه مهمه قوي اقولها لشعب مصر كله. مصر مليانه كنوز، مصر اغنى دوله في العالم. فلوس اللي حضرتك بتتكلم عليها بتيجي من بره، دي ده جزء صغير من اللي بيجي للمصريين، لان اي مصري اللي بينتمي لمصر مش معنى ان هو يجي ياخد الفلوس ويغيرها في البنك. شركة الصرافة زي البنك، زي البنك ما بيعمل شركة الصرافة بتعمل، لان السعر اللي موجود في البنك موجود في شركة الصرافة. وفي قانون، مفيش حد يقدر يقول ان شركة الصرافة بتشتغل في السوق السوداء الا لو مسكته، لان ده في قانون ملتزمين بيه، وتلاقي اللوحة بتاعته مرتبطة بالبنك اللي هو بيشتغل معاه. انا قلت الواد اللي قاعد بره البنك، اللي بره البنك بقى ملوش دعوه بشركه الصرافه. ما انا ما جبت سيره شركه الصرافه، يبقى نبعد خالص، دول حاجتين مختلفتين. نعم. الحاجه المهمه اللي لازم يعملها البنك المركزي يصرح لشركات الصرافه تشتغل زي البنوك بتشتغل، يدبر له العمله، ما هو مش موجوده عشان ما يروحش الراجل اللي قاعد على الناصيه.
يخليه يدبر البنك. البنوك المصريه لما تيجي تدبر عمله الواحد بتدبر له العمله، بتقول له فيه انا عشان ادبر لك هاخد منك 20 قرش زياده، ويدبر له يجيب له ال 100,000 او ال 200,000 او ال 500,000 اللي هو عاوزه. يدي دي نفسها للبنك، البنك اللي بيشتغل مع زمي بيدبر العمله لعملاء ده لشركه صرافه. نفس القصه. طب افرض شركه صرافه خدت الفلوس وبعتها بشكل تاني، ما اديتهاش للمستورد ده. في قانون. القانون بيلتزم بيه، الجميع بيلتزم بالقانون، والا في عقاب. نعم. فما دام نلتزم كلنا بالقانون البلد هتنجح وتطلع لقدام. نعم. لو ما التزمناش بالقانون يبقى في فوضى. نعم. واحنا مش عاوزين فوضى. والبنك بقى. والبنك المركزي تعليماته واضحه وصريحه، والبنوك المصريه كل واحد بيحييها وبيحيي شركات الصرافه في الوقت اللي حصل فيه ثوره ثلاث سنين ونص انهم وفروا المبلغ اللي حضرتك قلت عليه 56 55 مليار 60 مليار دولار استيراد من الخارج. مين شركات الصرافه اللي وفرتها؟ بس البنوك المصريه. بنوك وشركات صرافه. نعم. لان الاثنين ده قانون واحد. ده 60 مليار دولار دي للتجاره الشرعيه. طبعا عندنا تجاره مخدرات دي السلاح. ما ده دولار من السوق. بس خلينا نرجع لقصه ايه اللي بيحصل في سوق الدولار، ايه اللي خلى سعره يرتفع فجاه؟ مضاربات. مضاربات. في ناس بتضارب عشان تكسب. نعم. زيها زي اي سلعه ثانيه. بس المضاربات دي اللي بيعملوها الناس اللي في ايديها فلوس يعني مش كتير. لكن السوق ملتزم بالاسعار اللي محطوطه في البنوك وموجوده في شركات الصرافه. لا الجزء اقول لك الجزء احنا لو الخارجي شركات صرافه ما بيدونيش الدولار بالسعر الرسمي، بيدوهوني ازيد. بيدولك ازيد ليه؟ نعم. ليه؟ لان هو لازم الحته اللي انا قلتها في الاول، لازم اللي بيديك ازيد يبقى ده خارج القانون. يبقى لو وقع عليه عقاب وعيط زي ما البنك المركزي عمل اليومين اللي فاتوا، بيقول لي مش هديك، يا تشتريه بالسعر 7 جنيه 60 ده ولا 7 جنيه 70 يا بلاش. هو بيقول لك كده وانت عميل بتاعه؟ لا، هو شركات صرافه الشرط تكون عميل، يعني محتاج 200 دولار، حد مسافر بره بيجيب دواء، خد كذا يعني. دي بالنسبه لي انا ما اعرفهاش او مش عاوز اعرفها. نعم. لان المفروض كلنا انت كعميل او ك يعني مصري رايح تشتري، والله ما ادكش هتشوف غيره هيديك، لان الشركات النهارده اللي وقعت عليها العقوبات تخش عنده تقول له انا عاوز، هيديك بالسعر اللي موجود على اللوحه. نعم. اللي انا بقول عليه ان لازم يصرح لهذه الشركات عشان ما تلجاش، ما فيش حد فيهم بيلجأ. الناس اللي قاعده بره مالكش دعوه بيهم، لكن هو عشان يبقى زيه زي البنك اسمح له بالحته اللي هي بهامش ربح عشان يدبر لك الدولار. خلاص يبقى مسكنا السوق السوداء اللي بيتكلموا عليها دي. طيب هتنتهي. قول لي ايه اللي حصل برضه في الشهر اللي فات؟ ليه تحديدا ده اللي بيحصل؟ مضاربات فقط ولا في ندره؟ شائعات. عدم استقرار سياسي. نعم. عدم استقرار اقتصادي، ما فيش شغل للناس، كل دي حاجات بتساهم في اللي انت بتشوفه ده. نعم. ده منظومه كامله هي اللي بتؤدي الى الارتفاع اللي انت شايفه ده في السوق الموازي. نعم. لكن حقيقه احنا عاوزين، لو احنا عاوزين نسيطر مظبوط، نبدا بالحقائق اللي هي ايه؟ ان انا انتج. لو انا زودت انتاجي هصدر هيجي لي، لو انا دولار. صدرت هيجيني عملات، مش لازم دولار. نعم. عملات هيجيني عملات اجنبيه، يبقى انا اديت للسوق اللي هو عاوزه. لكن طول ما انا بستورد بالارقام اللي حضرتك ذكرتها دي لغايه 60 65 مليار في السنه، ده طبعا رقم كبير، لكن مصر فيها اكتر من كده. المبلغ اللي بيتقال عليه حضرتك قلته 20 مليار بيجوا المصريين في الخارج، اكتر بكتير. واحنا لازم مش شرط يجوا عن طريق البنوك، يا اي واحد مسافر يقول له خد القرشين دول ادهم لابويا، بس ادهم لابويا هيروح. ده اللي انت بتقول عليه اللي جاي عن طريق البنوك. نعم. اللي انت الرقم اللي قلته في قده مرتين كمان بيجوا خارج البنوك. مش اقل من كده. مش اقل. طيب مين اللي بيتحكم في السوق بالضبط؟ يعني مين اللي بيسموه البلاي ميكر او صانع الالعاب او اللي مسيطر على سوق الصرافه في مصر؟ انا هقول لحضرتك حاجه. نعم. مفيش حد مسيطر على سوق الصرافه. لا، هل مثلا تجار الذهب؟ شوف، هل تجار سلاح؟ اللي بيستوردوا كل المستوردين، لانهم بيستوردوا كميات كبيره. نعم. كل المستوردين بيحددوا ايه؟ اللي بيحدد سعر الصرف البنك المركزي والبنوك كلها بيتفقوا ده السعر وده السعر اللي بيشتغلوا عليه.
ما فيش حد بيحدده تاني من بره، وده موجود بناء على تعليمات من البنك المركزي اللي هو بيحكم السياسه النقديه في مصر. والبنك المركزي ده احنا لازم نحييه. ليه؟ لان البنك المركزي قام بدور كبير مهم جدا. لو احنا شفنا النهارده او امبارح بيكافئوا رئيس البنك المركزي بتاعنا بره في لبنان، بره في لبنان. طيب. مكافاه كبيره قوي دي ما ياخدهاش اي حد. طب في البعض فسر بان ارتفاع الدولار في السوق السوداء راجع لان مصر بترجع الودائع القطريه ل 2.5 مليار دولار. مصر عندها كتير رجعتها، ما راحتش السوق تشتري منه زي الناس ما بتقول. ما دي احد الشائعات اللي طلعت. بتقول ده ان البنك المركزي نزل السوق عشان يشتري الدولار عشان يرجع الودائع. انت رايك ايه؟ لا 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 لا، مصر مليانه فلوس. البنك المركزي عنده اللي انت اللي ما عندكش فكره عنه. يرجع زي ما اخذ الوديعة بتاعته بيرجعها. ما رجعش للسوق عشان يشتري ابدا. لان هو عنده. يعني الطلب الحالي ده طلب فقاعة مضاربات. مضاربات وعدم استقرار سياسي. يعني اذا حصل الاستقرار السياسي يعقبه الاستقرار الاقتصادي وقبلهم طبعا الاستقرار الامني. بالظبط. الدنيا شايفة تبقى مستقرة. الدنيا زي مصر. دي مصر. دي اغنى دولة في العالم. انا مش بتكلم. دي حقيقة. طيب. حضرتك تشوف حاجه مهمه قوي، فاهمين ازاي نزود الدولار، ازاي نزود العملات اللي تيجي مصر. هو ده اللي لازم نتكلم فيه. اجهزه الاعلام ما ترددش الكلام اللي بيتقال، لان ده اشاعات زياده والناس بتيجي تتكلم بيقول لك لا ده انا هحط فلوس في الدولار. بياخد 1%. الجنيه المصري بياخد عليه كام؟ 10%. و11 و12 في قناه السويس. قناه السويس 12%. هل تتصور اللي حصل في خلال 7 ايام انك تجمع 64 مليار جنيه، يعني ما يعادل تقريبا 9.5 مليار دولار في 7 ايام؟ دي مصر. طيب. دي مصر. هل كل شركات الصرافه شغاله في السليم؟ الجزء الاساسي بيرى، يعني في راي كبير بيقول ان شركات الصرافه هي ام السوق السوداء. انا بعترض. اللي يشتغل خارج القانون يتحمل الجزاء اللي بيجي عليه، لكن المفروض الجميع يشتغل داخل القانون، والقانون واضح. هو ده المفروض، واضح وصريح. المفروض انا مواطن ما خالفش اشاره المرور، بس بخالف. تخالف تاخد جزء. يعني تدفع الجزء. والشركات بتخالف وبيقع عليها الجزء. بيقع على الجزء وبيقفله. حصل ده حاليا؟ حصل حاليا. نعم. اللي بيتمثل ان البنك المركزي بيفتش على الشركات دي كلها. ايه الشركات اللي قفلت مثلا؟ كتير شركات. كام شركة؟ في 30 شركة قفلت. 30 شركة من اصل كام شركة عندنا؟ حوالي 100 شركة ولا 120 شركة تقريبا. شركة صرافة. لكن قفل 30 شركة، بعضهم شهر وبعضهم 3 شهور. ما هو اغلاق مؤقت. اغلاق مؤقت. مش سحب ترخيص. ما هو سحب الترخيص ده هيجي بعد كده. لو اتعمل مرة واثنين وثلاثة هيسحب لك الترخيص. طيب. ايه تفسيرك ان شركات الصرافة متهمة دائما بالعمل في السوق السوداء؟ ما انا بقول لحضرتك انا بعترض على الكلام ده. انا بقول ان كلنا كمصريين. حضرتك بتعترض؟ لازم نلتزم بالقانون. لا لا، لازم نلتزم بالقانون. عدم الثقه جايه في شركات الصرافه. انا هقول لحضرتك حاجه. ليه احنا ما نعملش في السوق اللي بره اللي هي فيها الدولارات قاعده تحت البلاطه؟ اطلعها ازاي؟ اطلعها ازاي واعمل ايه؟ البنك المركزي لازم يتولى، ودي حته انا عاوز اقترحها. اتفضل. البنك المركزي لازم يعمل مؤسسه لضمان الودائع بتاعت الناس اللي موجوده في البنوك. ما دي موجوده. لا، البنك المركزي يقول انا ضامن الناس. الودائع مضمونه. هو الودائع مضمونه من البنك المركزي. نعم. لا، ده انا اعمل مؤسسه، والمؤسسه دي يجي لها دخل منين؟ من الودائع اللي موجوده في البنوك عشان امن على البنوك. يبقى كل بنك في نسبه معينه بتتخصم منه من الفلوس اللي عنده، وليكن 3.5%. حاليا بيخصم 15% من اي وديعه توضع في البنك المركزي. لا بس ده دي قصه ثانيه. لتامين الودائع. لا مش تامين الودائع، ده دي قصه ثانيه عند البنك المركزي. نعم. ملهاش دعوه. دي عشان لا، هي البنوك امنه في مصر والودائع، ومصر كانت تكون الدوله الوحيده في العالم اللي بتؤمن ده. لكن امريكا لا تؤمن ودائعها. تؤمن 100% لغايه حدود لغايه 100,000. نعم. في البنوك. هناك. احنا هنا لازم نعمل كده ليه؟ لا، ما احنا بنأمن. لا، احنا بنعمل وديعه 100 مليون من مضمونه هتاخدها. ما مين اللي ضامنها؟ والدليل بنك الاعتماد والتجاره. مين اللي ضامنها؟ اللي حصلت ازمته في التسعينات البنك المركزي رجع الفلوس. البلاد اللي هي زي بتاعتنا لازم نعمل مؤسسه. الفلوس دي هتزود ايه؟ هتجيب دخل معين من الدولار ومن اليورو. مؤسسه يعني ايه؟ انا مش فاهم. شركه، مؤسسه حكوميه. تعمل ايه بقى؟ تكون مهمتها مش البنك المركزي، البنك المركزي ضامن كله، وزاره الماليه ضامنه كله. نعم.
لكن دي مهمتها ايه؟ انها بتاخد نسبه من ودائع العملاء اللي موجوده في البنوك وليكن نص 6% 5.5% تقدر. ودائع بالجنيه المصري؟ الجنيه المصري بالدولار. اصل دي ما فيهاش مشكله. لا 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 ثانيه واحده بس. ده هيبقى دخل لهذه المؤسسه. ثم تعمل بيه ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ هينفع في الايام دي هتلاقي فيها دولار وهتلاقي فيها دي بتستثمر وبتخش في نفس الوقت في الاوقات اللي فيها مضاربات في الدولار يقدر هو يبيع ويشتري من السوق ويعرف يعمل فلوس كويسه قوي ويعرف يثبت الدولار. طب هل في مدى سيطره جماعه الاخوان المسلمين على سوق الصرافه في مصر؟ لا 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 ما فيش سيطره للاخوان المسلمين على سوق الصرافه في مصر، شركات كتير والناس كلها يعني دي غير موجوده. يعني كم متداول ان جماعه الاخوان المسلمين بتتحكم في سوق الصرافه في مصر؟ ما عندهمش فلوس. ما عندهمش فلوس ازاي يا عم؟ عندهمش دلوقتي بس قبل كده؟ ولا قبل كده. قبل كده حبوا يعملوا وعملوا لكن برضو لا يؤثروا شيء قدام الكم اذا كان عندهم شركه او اثنين او ثلاثه واحنا مش عاوزين. لكن هم ما يقدروش يعملوا ازمه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الاخوان دول ايه؟ مصريين. نعم. مش كلنا مصريين؟ اللي هيشتغل ضد مصر وضد القانون يتحاسب. بس. انا دايما بلجا للقانون في كل حاجه عشان كده القضاء المصري لازم نحييه على الاجراء اللي بياخده على الاسلوب اللي هو ماشي بيه. طيب. ولازم نحترم حكمه. خليني ارجعك لكلام محافظ البنك المركزي الاستاذ هشام رامز اللي قال فيه ان خلال 6 شهور لسنه هيتم القضاء على السوق السوداء. شايف ان ده ممكن يحصل؟ انا ما اعتقدش ان رئيس البنك المركزي يقول الكلام ده كده بسهوله. بس تصريح تصريح ليه ومتداول يعني. يعني ممكن تصريح وتصريح يمكن ما يكونش مظبوط لكن عشان يقضي على السوق السوداء. نعم. بيعمل ايه؟ في عندنا في آليات للبنك المركزي يعرف يشتغل بيها. يعمل ايه بقى البنك المركزي؟ فنيات للبنك المركزي ممكن يعملها، ازاي يخش على السوق؟ ازاي يبيع دولارات في الوقت المناسب عشان الطفرات اللي بيعملوها دي يحافظ عليه وهي في ايديه. في نقط فنيه كتير عند البنك المركزي يشتغل بيها بحيث ان الدولار يعرف يحجبه. زي ايه؟ ان هو يجي في يوم يوافق على كل ال هو اللي بيدبر الاستيراد هو اللي بيدبر ده. ما هو بيدبر كل الفلوس بتاعت الاستيراد الرسميه من البنوك واللي بيتفتح لها اعتمادات مين اللي بيدبرها؟ البنك المركزي. البنوك مع البنك المركزي. الحته الثانيه اللي هي دي الرسمي ال 55 ال 60 مليار اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول دول مين اللي بيدبرهم؟ البنوك المصريه مع البنك المركزي. نعم. مع شركات الصرافه. الجزء الثاني الاستيراد الغير رسمي اللي بيشتغلوا عليه اللي الناس عاوزه تجيبه وتتاجر فيه مش حاجات استهلاكيه. شركات الصرافه. مش شركات الصرافه. السوق الموازي بره شركات الصرافه، انا مش عاوز اتهم شركات الصرافه اطلاقا بانها بتلعب في السوق. طبيعي وانت قاعد قدامي و ونائب رئيس شعبه العامه للصرافه، طبيعي انك تقول الكلام، طيب. ابدا. شركات الصرافه بتخضع لرقابه واشراف مين؟ البنك المركزي. مباشرة. 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 وفي عليهم بيجي رقابة في أي لحظة بيخش وبيراجع وبيشوف وقاعد وبيبعت ناس تبيع وبيبعت ناس تشتري اختبار يعني يشوف طبعا طبعا. طيب. طبعا هل شركات الصرافة ليها مشاكل مع البنك المركزي؟ ما يعني هم الحاجة الوحيدة اللي أنا بقول عليها إن الهامش الزيادة؟ هامش الزيادة ده لازم يديه للشركة. هو قرش قرشين مفروض رسمي. لا ده مش قرش قرشين رسمي. لا لا ده فوق ده حوالي 20 قرش حاليا؟ ده نسبة نسبة. البنوك بتعمل ايه؟ يقول لك انت تروح البنك. البنك بيبيعوا لي ب 7-18. لا لا مش هديك ب 7-18. مش هيديني طبعا الا اذا معايا تأشيرة. ده لمين؟ ده للسايح. نعم. 7-18 ده للسايح بتاخد 2000 دولار ولا بتاخد 2500 دولار حسب. حاجة كده. لكن لما بتتكلم على ارقام كبيرة البنك البنوك بتدبر يقول لك انا هدبر لك عملة 25 قرش زيادة على ال 18 اللي هي كانوا عاملينها 1.5%. بالظبط كده. نعم. فدي لازم انت عايز دي تتحط في شركات الصرافه. دي لازم يديها لشركات الصرافه لان هو ده جزء من البنوك. فرع التغيير ده جزء من البنوك. لان شركات الصرافه بتاخدها وتديها للبنوك. بالظبط. والبنك بيدي لشركه الصرافه كمان يعني انت بتقدر تاخد من البنك شركات الصرافه البنوك بتدي لشركات الصرافه مبالغ كبيره عشان يبيعوها للجمهور. طب تقديراتك الدولار يتراجع الفتره القادمه؟ بالاستقرار اللي احنا شايفينه من الرئاسه ومن رئاسه الوزراء استقرار السياسي ده عامل مهم كبير قوي عشان نبدا نحرك عجله الانتاج. المشاريع الكبيره
اللي الرئاسه داخله فيها دي هي دي اللي هتبدا توفر فرص عمل كبيره للشباب، هينتج زياده، عجله الانتاج تدور، هنصدر، هنبدا نعمل، هينزل الدولار لوحده. انا مش عاوز اتكلم، انا عاوز ازاي ارفع اخلي الجنيه بتاعي قوي، الجنيه بتاعي قوي بالانتاج والتصدير بالظبط معك. وايه وايه كمان المصريين اللي في الخارج، ودي هنتكلم فيها، مالهم المصريين في الخارج؟ المصريين في الخارج انت عندك مش اقل من 12 مليون مصري في الخارج. عايزهم يعملوا ايه؟ المصريين في الخارج انا عاوزه مش بس بيحول لاهله ال 1000 دولار او 500 دولار يعمل ايه؟ لا ده هو يستثمر، لانهم عندهم فلوس كتيره قوي بره، ولازم اخليه يجي هنا. ودي حد ده دور الحكومه، ده انها تحاول ان تجذب اموال المصريين في الخارج لهنا. دي رؤيه ضيفي الكريم الاستاذ سليمان الاعصر، نائب رئيس الشعب العامه للصرافه باتحاد الغرف التجاريه. بشكر حضرتك على انا عاجز اشوفكم. مش دي فاضل نقطه مهمه قوي، اتفضل. بيدور حواليها كلام كتير، اتفضل. ان بيطلعوا عاوزين يطلعوا يجيبوا لجان عشان تجيب الفلوس المهربه للخارج. مش هيحصل. نوفقها ازاي دي؟ لازم تطلع، لازم نتصالح مع هؤلاء الناس ونأمن لهم الفلوس بتاعتهم اللي بره انها تيجي مصر تاني، لان الناس دي الفلوس اللي طلعت بيها بره ده بالقانون ما سرقوهاش. ده خلينا نقول القانون يكون فيصل، ما جرى سرقته ده يحكم القضاء. لحظه بس، ما جرى سرقته خلاص القضاء يحكم فيه. لكن الاموال يعني الحلال بتاعتهم خلاص ترجع تيجي معك. تيجي وتستثمر هنا، فيجي عندنا دي مليارات. انا بشكرك استاذ. انا عاوز اقول حته مهمه، مصر كبيره قوي، مصر المبادئ، مصر القيم، مصر الاخلاق، مصر لازم تكون كبيره بشعبها. انا بشكرك استاذ سليمان الاعصر. وبعد الفاصل هيشرفني شاعر الفلاحين الكبير امين الديب.